إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. لابس ومتشيك كده ورايح على فين يا زيزو؟ رايح على القهوة هنا هقابل عبد العاطي صاحبي، القهوة اللي ورانا في الشارع على طول. عبد العاطي تاني؟ مش ده اللي بتقول عليه انه نكدي وكاره حياته ومش طايق نفسه ولا طايق اي حد؟ مش انت دايما تقولي عليه كده انه طهقان من حياته ومعندوش اي امل في الحياة؟ ده انسان صعب قوي يا عبد العزيز. ايوه يا جهال، لكن في الاخر صاحبي يعني، وهو اللي طالب مني ان احنا نقعد مع بعض شوية على القهوة، هندردش في بعض حاجات كده وهنشوف مشاكل الحياة يعني. يا خوفي يا عبد العزيز ترجع من عنده منكد ومش طايق نفسك ولا طايقنا زي كل مرة. كل مرة بتقابل فيها صاحبك عبد العاطي ده بترجع شايل طاجن ستك فوق دماغك. ربنا يستر بقى. تجنب الشعور بالإحباط، دايما اعمل شغلك وابذل مجهود فيه، وتفائلوا بالخير تجدوه. خليك واثق ان ربنا لا يضيع اجر من احسن عمله. تجنب مصاحبه الناس اللي يقللوا من همتك او يحبطوك. تجنب اللي يقلل من حماسك، علشان الطاقه السلبيه عدوى ممكن تنتقل بسهوله من شخص للتاني. ابعد عن اللي يحط لك العراقيل قدام كل فكره كويسه. لو عندك فكره ايجابيه ودرستها كويس ودرست إمكانياتك كويس وعرفت نقاط ضعفك ونقاط قوتك كويس، توكل على الله. ما تخليش حد يرجعك عن طريقك، توكل على الله وسيب النتيجة عليه. الشخص الناجح والمتفائل بيبقى عنده حل لكل مشكلة، لكن الناس السلبيين بيبقى عندهم مشكلة مع كل حل. ألبرت أينشتاين قال كده. ركز ازاي تنجح. حاول تحيط نفسك باشخاص ايجابيين، ناس يشجعوك انك تتقدم. دي اولى خطوات النجاح والسعادة. دمتم في صحة وامان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الابجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.